بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه تفسير احلام والرؤيه الشرعيه. النهارده هنتكلم مع بعض عن رؤيه ركوب السياره في الكرسي الخلفي. هنعرف اهم التفسيرات المتعلقه بيه. اولا، لما يشوف الراعي انه راكب سياره وفي شخص تاني هو اللي بيسوق عنه السياره، فمن الرؤى اللي احيانا بيدل على تولي مسؤوليه الراعي لشخص تاني، او لو كان الشخص اللي بيسوق ده معروف للراعي فمن الرؤى اللي بتدل على شراكة هتسير ما بينهم. كمان رؤية الركوب في المقعد الخلفي ويشوف ان السيارة ماشية بسهولة، فده انتقال الراعي من مرحلة لمرحلة تانية وبداية حياة جديدة. كل ما كانت السيارة جميلة كل ما كان الحال اللي هيتنقل ليه الرأي أفضل، والعكس كل ما كانت السيارة قبيحة فأحيانا بتدل على انتقاله لحال أسوأ. كمان ركوب السيارة في الكرسي الخلفي من الرؤى اللي أحيانا بتدل على الرزق، على تولي منصب، على تولي سلطة للرأي. ركوب السيارة في المقعد الخلفي برضو من الرؤى لو كانت المقعد غير مريح أحيانا بيدل على تحمل الرأي لأشياء أو لمسؤولية، ولكن هو مش هيكون عايزها أو مش هيحس بالراحة فيها. الفتاة العزباء لما تشوف ان هي راكبة السيارة بالمقعد الخلفي فأحيانا بيدل على زواجها وعلى ارتباطها. كمان من الرؤى اللي بتدل على راحة نفسية المرأة المطلقة لما تشوف انها راكبة مع زوجها السيارة، فمن الرؤى اللي بتدل على احيانا على رغبة للرجوع مرة تانية. كمان الركوب السيارة في المقعد الخلفي وتشوف ان السيارة ماشية بسهولة فده تيسير في امور الرأي بشكل عام.